يعتقد أن بناء دور الشباب والمكتبات والتشجيع على القراءة خطوة أولى في طريق التغيير، لهذا ينشط إسماعيل في حزب التقدم والاشتراكية الذي يحمل رمز كتاب، وهو أيضا رئيس ما يسمى بحكومة الشباب الموازية، وهي مبادرة مدنية تواكب وتراقب عمل الحكومة الدستورية الفعلية. ومن أهم نقاط أجندة عمل إسماعيل هي كيفية إعداد جيل شاب متعلم ومثقف بوعي سياسي. يجب الاشتغال على إعطاء محتوى حقيقي لترد الاعتبار للقراءة في المغرب، ثم يجب أيضا الاشتغال على ما هو تربوي. المنظومة التربوية مع الأسف تربط القراءة بالمقرر الدراسي وانتهى الكلام. اليوم خصنا إعطاء شحنة إضافية على المستوى المجال التربوي وإضفاء يعني كتب جديدة لتشجيع القراءة لا على التلاميذ ولا أيضا على الطلبة. في معطيات كشف عنها وزير الثقافة المغربي عثمان الفردوس، 44% من الشباب المغاربة يعيشون في منازل لا توجد فيها 10 كتب، ومئة دار شباب أغلقت بسبب ضعف الموارد المادية. 44% ديال التلاميذ المغاربة ما عندهمش، عندهم أقل من 10 الكتب في الدار. إذن كتمشي للصالون ديال المنزل ديال عائلة مغربية مرة في جوج غتلقى أقل من 10 الكتب. إطلاق ناشطين شبكة مقاهي ثقافية لقراءة ومناقشة الكتب وتأسيس شبكة مدنية للحث على القراءة تنشط في عدد من المدن المغربية، مبادرات مدنية تنفض الغبار عن الكتاب وتطالب بفتح 600 دور للشباب والثقافة في مختلف أرجاء المغرب. مسؤولين يمكن نقولوا رباعية تنطلق من الأسرة والمحيط الجامعي يعني المؤسسة التعليمية ومؤسسة المجتمع المدني، دور شباب، دور الثقافة والإعلام. خلقنا ما يسمى بكتاب الأسبوع، القراءة منظمة، لأن أدب الرحلة، أدب الأدب الإفريقي، الأدب الأسيوي، الأدب العالمي وغير ذلك، ونحن دائما في استمرار. حلت منصات التواصل الاجتماعي محل الكتاب والرواية وحكي الجدات، واقع محرج باعتراف حكومي عقدت حلوله أكثر تداعيات الجائحة العالمية التي أغلقت المسارح ودور السينما أيضا. بناء العقل والإنسان أهم من العمران، والتربية على حب القراءة والكتاب من الوسائل الفضلى لبناء عقول جيل متشبع بقيم التعاون قادر على تحقيق التقدم المنشود. فاطمة بوغنبورة، حرة، الرباط.